الآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، نستعرض فيها منشورات الرواد في أعقاب ورود خبر إصابة الأسير وليد دقة بسرطان الدم. نبدأ مع منشور زوجة الأسير سناء أحمد سلامي التي كتبت يوم أمس على موقع فيسبوك: وجع الحياة لا ينتهي والصبر لا ينتهي أيضا كما اليقين بالحرية. وليد يعاني من المرض والإهمال الطبي ونقل مؤخرا إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية. للأسف الفحوصات أظهرت إصابة أبو ميلاد بمرض لوكيميا سرطان الدم، والعلاج الكيماوي سيبدأ بشكل فوري. كنا ننتظر تحرره بعد 3 أشهر بعد 37 سنة من الأسر لولا الإمعان في الظلم وإضافة 2 سنين على محكوميته، لكن ثقتنا بصمود أبو ميلاد ونجاته وخروجه للحرية في أسرع وقت لا تتزعزع. كونوا مع وليد بصلواتكم وأمنياتكم. إذن هذا كان منشور سناء زوجة الأسير وليد دقة، التي نشرت بكلماتها اليوم أيضا الشكر لكل من تواصل معها منذ لحظة ورود الخبر، فكتبت: الحاجة الإنسانية للشعور بتضامن الآخرين معك في الشدة كما في المسرة تأتي كي تجعل للألم معنى وكي تقلب المعاناة إلى محبة. أشكركم جميعا وأعتذر لعدم الرد، كمية الاتصالات والرسائل هائلة. نحن ووليدنا أقوياء وبمحبة شعبنا سنكون أقوى. لمن ينظر إلى الصورة المرفقة في المنشور باستغراب، للتوضيح فقط، هذه الصورة مركبة تجمع سناء وميلاد والأسير وليد دقة، والتي كانت قد نشرتها سناء في شهر أيلول وكتبت حينها: منركب صور بانتظار تصير إمكانية لصورة لم شمل حقيقية باقي سني ونصف للحرية. إذن في التفاعلات، إسلام ناشف تعيد نشر خبر إصابة الأسير وليد دقة وتعقب: تقول سناء وتتألم فلسطين. أما حسام فيكتب: وليد دقة الأسير الذي صدأ القيد على يديه ولم تفتري سواعده. وليد دقة الأسير الذي استقبل آلاف الأسرى ووفر لهم وسائل الراحة وودع آلاف وهو يبتسم لهم طوال 36 عاما مضى على اعتقاله. وليد دقة الأسير اللي كل دقائق صمود ومقاومة وتحدي يعاني اليوم من سرطان الدم وهو بحاجة لكل جهد وطني كي يعانق ابنته ميلاد بلا قضبان وبلا أسلاك. وليد بحاجة لجهودكم كي يتحرر. في منشور آخر، يوسف طه يكتب عبر صفحته في فيسبوك: وليد دقة ابن شعبنا البار، مناضل ضحى سنين عمره بالأسر، وعلى الرغم من هيك داوم على تصدير الوعي والأمل لشعبنا من داخل زنزانته المظلمة. وليد يلي كتب صهر الوعي وكان يؤكد بشكل دائم على إنه معركتنا الأساسية هي معنوية على وعينا كشعب وكجيل جديد، برجع بأكد بمرضه إنه المعركة معنوية وإنه لا خيار إلا إنه ننتصر. كثير أسباب ممكن تخلينا نيأس، نحبط، نهزم ونرفع أيدينا، بس اليوم وزي كل يوم إحنا بنختار التحدي والانتصار على المرض واليأس والإحباط. ووليد زي ما تجاوز 37 سنة سجن رح يتجاوز مرضه بروح القائد ومعنويات عائلة. القوة لوليد وسناء والحب لميلاد فش محل اليأس والإحباط، ومجبورين ندعمهن ونقويهن ونكون جنبهن بهاي المعركة المعنوية لحتى يهزم المرض ويمرق وليد هذا التحدي بخير وصلابة، وسيتحرر وليد ونحتفي بحريته وشفائه معا. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.